تعال نحط سؤال، الدولة مهتمة بالعمالة غير المنتظمة ولا لا؟ انا ممكن اجاوبك واقول لك هتيجي تقول لي طب ازاي، اقول لك طب ما تيجي نشوف مع بعض ايه هي المراحل المتعلقة بدعم الدولة واهتمامها الحقيقي والاصيل بالعمالة غير المنتظمة. طيب مرحلتي الاولى قد ايه يا يوسف؟ محافظة 2 3 16 محافظة هي المرحلة الأولى بتاعتي. خلوني هنا أرحب وبشدة بدكتورة ميرفت صابرين المشرف على مشروع دعم العمالة غير المنتظمة ومساعد وزير التضامن. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. خلينا الأول نحط تعريف تصنيف لكلمة عمالة غير منتظمة. خلينا نتكلم، هو العمالة غير منتظمة للأسف يعني مفيش تعريف ليها على في القوانين ولا على المستوى القومي، ولكن يعني متعارف عليه ان العماله اللي ملهاش مكان عمل ثابت ولا صاحب عمل ثابت ولا ليها دخل ثابت. فده ببساطه ايه هي العماله غير المنتظمه. حضرتك اتكلمت عن ايه هي جهود الدوله لدعم العماله غير المنتظمه. يعني قبل ما اتكلم على برنامج دعم العماله غير المنتظمه واللي معالي وزيره التضامن شهدت اطلاق البرنامج الاسبوع اللي فات واول مرحله منه، ولكن احنا ممكن نقول الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة لما دعمت العمالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اللي هو 148 ل 2019 من خلال ان هي بتتحمل حصة صاحب العمل، يعني الدولة بتدفع عن العامل 12%. الدولة كمان دعمت العامل غير المنتظم في قانون التأمين الصحي الشامل وفي المنظومة الجديدة بان هي بتتحمل الفرق الكاب بتاع العمالة غير المنتظمة 7%، المفترض ان هو بيدفع 5% عن نفسه 1% عن كل فرد من افراد الاسرة، فما يزيد عن 7% الدولة بتتحمله عن العامل غير المنتظم. فمنظومة التأمين الاجتماعي الدولة دعمت العامل غير المنتظم، غير بقى البرنامج الجديد اللي اطلقته وزارة التضامن، وده احدث برنامج للتمكين الاقتصادي اطلقته الوزارة، بيستهدف 10,000 عامل في 6 محافظات، دي المرحلة الأولى من 16 محافظة اللي هو إجمالي البرنامج، بإجمالي محفظة تمويلية 160 مليون جنيه، وده تم توقيع البروتوكولات التعاون مع 3 جمعيات أهلية للتنفيذ. دي المرحلة الأولى، البرنامج كله مستهدف حوالي 30,000 عامل بمحفظة إجماليها 570 مليون، وده بناء على مذكرة تفاهم توقعت ما بين وزارة التخطيط ووزارة التضامن.